كان بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدة النائبة البرلمانية، الصديقة العزيزة النائب البرلماني، السادة السيد ممثل إقليم الناظور، مجلس إقليمي للناظور، سيد ممثل مجلس جهة الشرق، سيدات والسادة الحضور، شكر موصول للجالية المغربية وكلمة ترحيب لهم بمناسبة التواجد ديالهم اليوم هنا في هذا اللقاء هذا في المغرب. السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، أتمنى أن نكون نسيت حتى شي واحد، إذا الشكر موصول للجميع. أنا في البداية أريد نشكر فايتة 80 مرة التفاعل أو نسمي التفاعل الإيجابي والسريع ديال جمعية أبناء زايو في العالم على التنظيم ديالهم لهذا اليوم الدراسي المهم اللي هو الاستثمار أو فرص الاستثمار بالمنطقة العزيزة ديالنا. إذا بغيت نوقف كالعادة لأن ما نقدرش ندوزها على الكلمة للقاء السيد الرئيس وعلى المؤهلة ديالو على الممثلين أو المنتخبين اللي ما حضروش اليوم هنا اللي كان من الأولى يحضروا، لأن التنظيم ديال هذا الملتقى ما كيجيش في إطار الشفوي كيف كان يقولون جلسوا نهضروا ونوقفوا على مجموعة ديال المشاكل اللي كتعاني منها المنطقة خاصة في الاستثمار ونمشيو بحالنا، ولكن الهدف من هذا اللقاء هذا هو الخروج مجموعة ديال التوصيات اللي كل من موقعيه أنا كنبغي برلماني ترافعوا على هذه الملفات هذه. الإعداد كيجي من المنتخبون المحليين اللي هما رؤساء الجماعات الترابية وكذلك المجالس الإقليمية ومجلس جهة الشرق. إذا أضم صوتي لصوت السيد الرئيس وكذلك أؤاخذ على من لم يحضر والمعني من الأمر كان يجب أن يكون حاضرا اليوم معنا. إذا كيف قلت الاستثمار في المنطقة ديالنا، المنطقة ديالنا الحمد لله كتسخر من مجموعة ديال المؤهلات. كيف قالوا الإخوان هذه المنطقة هذه وقيلا ما كايناش في العالم كامل، كاين فيها البحر، كاين فيها الجبل، كاين فيها الفلاحة، غادي نهضروا بهذه الطريقة هذه باش ما نديرش واحد اللغة خشبية ونقولوا كاين أراضي سقوية، كاين سهول خصبة، كاين البحر، كاين الفلاحة، كاين لي زانغريديون كاملين باش نخرجوا واحد المشروع اللي هو غادي يكون مثمر للجميع، مثمر للجميع، مثمر لأبناء المنطقة ويقدر يخلق لنا فرص الشغل. الإخوان هضروا على أو دعاوا الناس ديال الجالية باش يستثمروا في هذه المنطقة، مزيان الجالية ما نظنش أو ما معنا هنا اللي ما بغاش يستثمر في هذه المنطقة، ولكن واش وفرنا لهم المناخ المناسب للاستثمار؟ بالحدود الوهمية كتلقى مجموعة ديال العراقيل كتدخل بغليصة كتلقى المنطقة في واحد الوضعية كارثية، كتوصل للناظور كيلقاوها مع الأسف اسمحوا لي في هذه الكلمة النفايات ثم النفايات، كتوصل تمشي تدوز العطلة مع العائلة ديالها ما كتلقاش واحد الشبكة طرقية في مستوى التطلعات لا الجالية ولا الناس ديالنا. إذن اليوم قبل ما نهضروا على الاستثمار خصنا نجمعوا الإخوان معنا من مجلس الجهة، كاين الناس ديال مجلس إقليمي، كاين الحمد لله واحد المجموعة ديال المنتخبون اللي عندهم كفاءة وعندهم غيرة. خصنا الأول نوفروا البنية التحتية، أولا نوفروا المناخ باش الناس منين يجيو ما يحسوش بلا راه دخلوا لواحد العالم قروي لأن راه كيجيو من أوروبا، كلشي كاين ولكن ما كاين حتى شي حاجة. إذا خاص أولا المخطط الجهوي يتفعل على أرض الواقع، المخططات الجهوية هما
تشغيل مخططات الجهوية والتوزيع العادي للثروات. إقليم الناظور وإقليم الدريوش خصها تستافد من الثروات ديال جهة الشرق. قلتها وغادي نقولها وغادي نقولها فوق من تحت ليا الفرصة. التوزيع العادل للثروات، العدالة المجالية، العدالة الاجتماعية، أولا الاستثمار جهة إقليم الناظور كيف قلنا، وخاصة زيه يجب الوقوف على إخراج منطقة صناعية، منطقة صناعية اللي غادي توفر فرص الشغل المنتمون من هذه المنطقة، لأن كيف قلنا عندهم واحد مجموعة ديال المؤهلات اللي كيسخروا بها. بالمناسبة أنا بغيت نحيي النساء ديال زيو، وقيلة كتبان لي واحد المرأة اللي حاضرة معنا هنا اللي دائما متواجدة وكتخدم مع النساء في الشق الاجتماعي، وهي السيدة أمينة. إذا تحية الإيطالية السيدة أمينة. ما غاديش نخبر عليكم، غادي نخليكم الكل من موقعه، وغادي ندير واحد النقطة غادي نوقف عندها. الوصفة السحرية أو لابوكسيون ماجيك كيف كنسميها أنا، هي خاص المنتخب ديالنا تكون عندهم كفاءة، تكون عندهم الإرادة والرغبة والغيرة على الوطن والتفاني في العمل. إلا ما كانش هادشي عمر المنطقة ديالنا ما غادي تنخرط في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي ديال المنطقة، والانخراط في المجتمع التنموي الجديد الذي لطالما أنا به صاحب الجلالة. وشكرا وتحية ميدالية للجميع. شكرا لك دكتورة ليلى حكيم. كل مدعو لحفلة الشاي، تفضلوا معنا.